قد أقامت وزارة الأوقاف احتفالية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مسجد السيدة زينب بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ودكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد محدود من المشاركين مراعاة للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. وخلال كلمته في الاحتفالية أكد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة أن الهجرة النبوية المشرفة أعظم نقطة تحول في تاريخ الإسلام، داعيا الله أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عاما للأمل ويرفع البلاء عن البلاد والعباد. أن تكون أول مناسبة دينية بعد هذا الوباء أو البلاء أو الفيروس الذي اجتاح كثيرا من دول العالم بل معظمها، أن يأتي إقامة هذه المناسبة مع بداية العام الهجري ومعها بشرى أخرى ومناسبة أخرى، وهي ما اتخذته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء من عودة صلاة الجمعة يوم 28 أغسطس الجمعة بعد القادمة. رحلة الهجرة رغم ما كان فيها كانت مفعمة بالأمل والثقة في الله عز وجل. في أصعب اللحظات وأشد اللحظات حينما تتبع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ووقفوا على باب الغار، وقال الصديق رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. ماذا كان في أصعب اللحظات وأشدها شدة؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا.